أعزائي المشاهدين، طبعا حديث الساعة في العالم كله الفترة اللي فاتت عن الكورونا، جائحة الكورونا أو كوفيد 19. ناس كتير قوي بتتساءل إمتى هيطلع الفاكسين، هل في موجة تانية من الكورونا، إمتى هنقدر نحس إن إحنا في أمان من جائحة الكورونا. عشان كده إحنا النهاردة في القسم المتخصص في عن الفيروسات أو الفيرولوجي في مركز قومي بحوث. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، ياريت حضرتك تعرفنا بنفسك. أنا دكتور أحمد مصطفى، مشرف مركز تميز العلم لأبحاث الفيروسات المركز القومي بحوث. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب ممكن حضرتك تقول لنا بقى إحنا وصلنا إيه في مركز القومي بحوث في ظل زمن الكورونا دلوقتي؟ طبعا احنا من اول ظهور الجائحة في اخر 2019 وبداية انتشاره في 2020، المركز القومي للبحوث كان مهتم بمجموعة من الافرع اللي كان لازم يغطيها، حاجة منهم تحضير كواشف للكشف عن الفيروس نفسه في البداية، ثم بعد ذلك تحضير احنا في الاول نكشف عن ان حد عنده كورونا ولا لا. تمام، لان كان في الاول برضو او مع بدايه ظهور الجائحه كان في استغلال من شركات كتير لاستخدام الكواشف واسعار كان مبالغ فيها، فكان المركز القومي للبحوث من اوائل الاماكن في مصر اللي استطاعت ان هي تحضر كواشف معمليه خاصه بها. كويس. الخطوه الثانيه مشينا على في على صعيد نسبه الدقه بتاعته قد ايه. نسبه الدقه بتاعته تم تحليلها في معامل خارج المركز القومي للبحوث كمعامل محايده، وكانت نسبه الدقه اعلى من 98%. ده حاجه كويسه وكانت يعني مبشره جدا. الخط الثاني اللي مشى عليه المركز القومي للبحوث هو تحضير لقاحات ومضادات فيروسات. فاحنا مع بداية برضو الجائحة في 2020 بدأنا حتى قبل ما الفيروس يبدأ يحصل له ريبورتنج في مصر، بدأنا في تحضير لقاحات مختلفة باستراتيجيز مختلفة ودراسة كفائتها. طبعا أحد هذه الفيروسات حاليا تم عمل دراسات البري كلينيكال عليه، واحنا بصدد الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للدواء لبدء في التجارب السريرية على الأشخاص السليمين لتحديد مدى كفاءة الفيروس بالنسبة للبشر. يعني في ناس هيبقوا فولنتيرز بقى، يعني الناس اللي هيخشوا في البحث دوت هيكونوا ناس متطوعين. تمام. هيخشوا يتطوعوا علشان يجرب عليهم اللقاح. تمام. ويشوف لو هيظهر عندهم أجسام مضادة ولا لا. تمام. ياريت حضرتك تكلمنا عن مراحل تطوير الفاكسين أو اللقاح بتاع الكورونا. اللقاح أحد هذه اللقاحات اللي احنا وصلنا فيه لمرحلة متقدمة هو انكتيفيتد فاكسين للكوفيد 19، والمراحل بتاعته ابتدت بعزل الفيروس، عزله وتصنيفه تصنيف كامل جيناتيك كاركترايزيشن أو تصنيف على المستوى الجيني، ومعرفة الاعتراضات اللي موجودة عندنا في مصر، ثم بعد ذلك عملية بيوريفيكيشن أو عملية تنقية للفيروس، وبعد ذلك اختبار طرق مختلفة لعملية التثبيت بحيث ما نأثرش على القدرة الأنتيجينية للفيروس، وبعد ذلك بدأنا نعمل باتشات لعمل التجارب البريكلينيكال. تم عمل تجارب بريكلينيكال اللي هي ما قبل السريرية على 4 أنواع من الحيوانات، وكلها أظهرت نتائج روعة، يعني النتائج كويسة جدا من ناحية استنباط الأجسام المضادة ومن ناحية الأمان بالنسبة للحيوانات دي، وده اللي شجعنا ان احنا نبدأ نعمل بعد كده عملية تحضير الملف للحصول على موافقة من هيئة الدواء للحصول على الموافقة لتجريبه على البشر من خلال التجارب السرية اللي هي المراحل المختلفة الأولى والثانية والثالثة. فاحنا بصدد انتظار الموافقة من هيئة الدواء. دي حاجة طبعا هائلة يعني، وحاجة احنا بننفرد بيها في برنامج عادة تن، ان خلاص احنا داخلين في مراحل الأخيرة من البحث اللي هو ان احنا نقدر نعمل تجارب سرية على مرضى حقيقيين مش حيوانات، ونقدر نشوف هو بس مش هيبقى على مرضى، هو بيتعمل على أشخاص سليمين تماما عشان نشوف لو فيها أنتي بوديز أو أجسام مضادة تتكون عندهم ولا لا. هل تفتكر أن البحث ده هياخد وقت قد إيه عبال ما الناس تشوف بقى يعني النتائج ونقدر نحن نطبقها بقى على المستوى الشعب؟ تمام. هو بس المشكلة أن معظم الناس فاكرة أن التجارب على لتحضير لقاح بتاخد وقت بشكل سريع، هي في خطوات علشان نضمن الأمان
ونضمن القدره بتاعت اللقاح على تحضير يعني تكوين اجسام مضاده بشكل كويس، دي كلها خطوات بتاخد وقت. ف يعني التجارب السريه على الاشخاص هتاخد اقل حاجه 6 شهور. اقل حاجه 6 شهور. فلان احنا عندنا تجارب فيز 1 وفيز 2 وفيز 3. فيز 1 بيبقى عدد اشخاص قليل المرحله الاولى، بعد كده بنبدا نخش في عدد اكبر، بعد كده بنخش في المرحله الثالثه وهي المرحله الاخيره بيبقى عدد اكبر من المرحلتين السابقتين. فكل مرحله من دول بتاخد وقت. اوكي. ف يعني احنا نفسنا اللقاح يخلص النهارده قبل اقرب وقت طبعا، ولكن في ريجيليشنز عالميه بالاف دي اي وضعها، فاحنا ماشيين على الستاندرد بتاع الاف دي اي الفود اند دراج ادمنستريشن منظمه الصحه والغذاء، ماشيين عليها خطوه بخطوه بحيث ان احنا ما يبقاش في اي استعجال للنتائج وتطلع نتائج ممكن تكون مغايره للواقع. فاحنا ماشيين خطوه بخطوه مع الخطوات بتاعت تحضير اللقاح والتاكد من سلامته وقدرته على صد العدوى. طيب هل لما بحثتوا في فيروس الكورونا هنا في مصر هل كان الفينوتايب بتاعه او الماده بتاعته الجينيه كانت مختلفه عن مثلا كورونا في دول اخرى مثلا زي اوروبا او امريكا؟ هو حتى الان احنا ما شفناش تغيرات كبيره تقدر تقول ان احنا الفينوتايب بتاعنا مختلف عنه. يعني احنا عندنا تقريبا العزلات اللي اتعزلت من اول مارس 2020 حتى الان متقاربه جدا في الجيناتيك ماتيريال بتاعتها، المواد الماده الوراثيه بتاعتها. وكانت كلها تقريبا حتى لما بندور على المصدر بتاعها بتختلف، يعني بيبقى المصدر بتاعها مثلا يعني سائحين من دول مختلفه. فالاطرات اللي موجوده عندنا هي الى حد ما بتتبع لينج واحد، مفيش اختلافات كبيره، مفيش اختلافات برضو عن اللي موجود في اوروبا، ولكن ممكن الاختلاف في البشر في البشر والاختلاف في استجابة الاشخاص والظروف المناخيه مختلفه. في حاجات كتير، عوامل كتيره غير الطفرات اللي موجوده في الفيروس نفسه. في ناس كتير قوي اتكلمت على موضوع الطقس او الحراره، هل هو فعلا ليه علاقه بشده الكورونا ولا لا؟ هو الطقس ليه علاقه بعمليه الانتشار بتاع الفيروس او الترانسميشن. طبعا احنا لاحظنا في الشهور الاخيره كان في انحدار في عدد الاصابات في اوروبا وفي افريقيا وفي معظم الدول، ده نتيجه ان الفيروس الترانسميشن او الانتقال الفيروس من شخص لشخص خلال الاجواء الحاره بيبقى اقل بكتير من انتشاره في الاجواء البارده. ولكن برضو الاجواء الحاره احنا معظمنا قاعدين في اماكن مكيفه، في اماكن الى حد ما بعيده عن الطقس الشديد الحرارة، فالفيروس عموما مش يعني في الشهور الحارة طبعا مش هينتهي، ولكن هو موجود ولكن الترانسميشن بتاعه اقل. طبعا مع ظهور شهور الشتاء طبعا ظهرت بدري في اوروبا، من اول شهر 9 بيبدا الجو يحصل انحدار في درجه الحراره، فبدات الموجه الثانيه الى حد ما تظهر في اوروبا بشكل بالنسبه بقى الموجه الثانيه. في ناس كتير قوي قلقانه من موضوع الموجه الثانيه، لان حاجه زي ما حضرتك متابع اكيد ان في دول زي فرنسا والمانيا وفي بعض الدول الاوروبيه ابتدى يحصل عندهم سكند ويف او الموجه الثانيه، وفي بعض الدول حتى ابتدت تعمل حظر تجوال او تقلل ساعات العمل. هل تفتكر ان في مصر في الفتره الجايه هيبقى في موجه ثانيه ولا لا؟ هو الحمد لله هو المره الاولانيه او المرحله الاولانيه من الكوفيد كان عدد الحالات في مصر او عدد الاصابات الى حد ما قليل جدا، ودي حاجه ظاهره كانت نادره في افريقيا ان عدد الحالات وعدد او شراسه الفيروس في افريقيا كانت اقل منها في اوروبا. ده ممكن يكون برضو لظروف زي الجو لاختلاف البشر الحاجات دي كلها. فمن المتوقع ان الفتره الجايه هتزيد الحالات، ولكن مش هتوصل طبعا للمرحله اللي موجوده في اوروبا. احنا حاليا في اوروبا بيتم تسجيل اعداد بعشرات الالاف، وده يعني نتمنى ان هو ما يحصلش في مصر، ولكن الناس لازم تاخد الاحتياطات اللي هي اوريدي نسيتها خلال الشهور اللي فاتت. احنا ملاحظين طبعا الناس نسيت خالص موضوع الكمامات ونسيت موضوع الاحتياطات والتباعد الاجتماعي والحاجات دي كلها. الناس زهقت برضه وزهقوا، بس احنا سلامتنا يعني احنا الى حد ما الحاجات اللي كانت موضوعه زي الكمامه، عدم السلام بالايدي، الحاجات مش صعبه، مش صعب تنفيذها، واللي خلانا نقدر نطبقها في عز ذروه الفيروس في المرحله الاولى او الموجه الاولى نقدر نطبقها تاني، وان شاء الله يكتب السلام ربنا لكل البشر يعني. طيب في سؤال مهم عايز اساله لحضرتك دلوقتي، احنا كده بشبه متاكدين ان مش هيبقى فيه تطعيم قبل الشتاء الجاي،
هل في مثلا دول اخرى هيبتدوا ممكن ينزلوا الفاكسين قبل الشتاء الجاي ده؟ هو في بعض الدول دلوقتي في المرحلة الثالثة، وكان متوقع ان هي توصل، يعني اللقاح يخلص خلال الشتاء الحالي، ولكن في بعض التجارب طبعا احنا متابعين، في بعض التجارب في بعض الدول الاخرى توقفت نتيجة بعض ظهور الاعراض في التجارب الكلينيكية، فده هعطل عملية الخروج اللقاح. فمن المتوقع ان ممكن ما يكونش في لقاح بشكل في القريب العاجل. طيب ناس كتير قوي بتتكلم عن اللقاح بتاع الانفلونزا اللي هو السيزونال انفلونزا فاكسين، هل هو فعلا ممكن يدي حمايه من الكورونا ولا لا؟ وهل تنصح بيه ولا لا؟ هو طبيعي ان لقاح الانفلونزا ما يديش اي حمايه ضد لقاح او ضد فيروسات الكورونا، لان ده متركب من بروتينات خاصه بفيروس الانفلونزا تقدر تحمي او تكون اجسام مضاده متخصصه لفيروس الانفلونزا، ولكن الاجسام المضاده دي ما تاثرش خالص على فيروس كورونا. ولكن احنا دايما بننصح بيه، لان الاعراض الانفلونزا واعراض الكورونا متشابهه. معظم الناس دلوقتي اي حد بيجيله اي ادوار او اعراض متشابهه بيشك دايما في الكورونا، مع ان الاعراض ممكن بتكون انفلونزا. فطبيعي احنا بننصح الناس كلها. هو طبعا في ظهر بعض الفيديوهات وبعض الحاجات ان اللقاح غير امن، وان اللقاح ده كله كلام غير علمي بالمره. اللقاح امن جدا، لقاح الانفلونزا باذن الله، يعني انا انصح به، لانه هيقلل بشكل كبير نسبه الاعراض بالنسبه للناس اللي عندها انفلونزا، وبالتالي هيقلل لي فرصه ان ناس تروح باعراض انفلونزا وهي شاكه ان عندها كورونا، فهيقلل الضغط على المؤسسه الطبيه اللي موجوده في مصر. دي حاجه مهمه، فدي حاجه مهمه جدا، في خاصه في الفتره اللي جايه اللي احنا متوقعين ان يكون فيها عدد. احنا بنشكرك جدا على هذا الحديث الشيق، وبنشكركم جدا على كل المجهود اللي انتم بتبذلوه علشان تطلعوا الفاكسين، وبندعي لكم ان شاء الله تطلعوا لنا الفاكسين علشان ننتهي خالص بقى من الكورونا دي ان شاء الله.